مؤتمر الوحدة الإسلامية 32 زوبعة بفنجان طهران المسموم يصدر فتاوى مأجورة لضرب المصالح الأمريكية بالعراق، وكل شيء بحسابه، والفاتورة تدفعها قطر، والمفروض يتبدل عنوان المؤتمر من الوحدة الإسلامية إلى التفرقة الإسلامية بالفوضى. لا، ويقولون نحن نتألم حين نرى بأن جرائم كبرى تقع باسم الدين، ويذرفون دموع التماسيح، يدعون إلى فتوى الجهاد والترويج إلها وتطبيقها من خلال قيادات سنية باعوا روحهم للملالي، ويد من العملاء أمثال مهدي الصميدعي، خالد الملة، وعبد اللطيف الهميم، وجماعة الإسلام المحمدي. وهنا إيران ورا ما ضمنت قيادات الحشد الشعبي والقيادات الشيعية افترت على الوجوه السنية حتى تبتلع الكل، والكل يهدد مصالح أمريكا، حتى بالنهاية وبالمختصر المفيد تفلت من قبضة العقوبات، ويستمر نفوذها بالعراق والمنطقة، وجداحة أشعال الفتيل بيد قاسم سليماني والحبر بشية رهن الإشارة.